السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعناكم في فيديو جديد. اليوم البداية كون مهند هعد الفادي وأنا هعد المهند. أوكي أنا بردة سريعة ليه انت ان؟ ليه بنت بنت بنت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعناكم في فيديو جديد. يكون عن تحدي الهوكيب تحدي الحبل يعني. قبل ما بلش لا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير اشارات. اوف يا بلش فكرة الفيديو هي طبعا اول مرة فادي يكون معنا في الفيديو لانه هو رفيق مهند واحنا طبعا بنصور في الجر فليتس جو. طبعا هنعمل حجرة وقفص وفكرة الفيديو هي هيكون معنا الحبل الحبل عشان ننط عليه واللي بيجيب لي 50 بيفوز هو اكتر من 50 يكسب بياخد الجائزة. فينش انا كسبان هياخد هنجيب باكيتين شيبس. لا حبيبي وفوس والله لازم نفوز لا تشوفوا. فتبتي خلينا نعمل حاجه يا اما اثنين بياخدوا شيبس يا اما اتفوتوا شيبس كل واحد بياخد واحد يا اما واحد اللي اخر الاثنين اللي بيطلعوا التحدي هم اللي بياخدوا شيبس دي تفوتوا منكم مباراه شنو اسمي شنو خلاص تين ساكو تين لا تضايق يا مطيب لا خليني انا مهند اول حاجه يا ابو حاج ساكو تين ساكو مهند 13 فادي كام؟ 12 مهند 13 فادي كام؟ صعب سهل خالص تبقى تاني تاني صعب واحد اثنين اوكي دلوقتي بجد هجيبها انا واحد اثنين اوكي ان فور تريا كم؟ اي ما جبتهمش ال 50 يلا يا رب كم كم؟ ما حدش اخذ 50 ف ما حدش اخذ 50 يلا مين دي اختاري واحد يلعب معاك انا مختار مهند اوكي يا سمحنا بس اوكي يلا اهلا واحد اثنين ثلاثة براو يا را فادت في الجولة الأولى جابت لحد اللحظة 36 37 38 يا را جابت 50 هي الفائزة بالجولة الأولى فيها فنتين 52 53 54 55
واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة بابا فرتي تبا 42 ثلاثة عشرين يلا يا لا ابتدي اول حاجة انا في الاخر مهند شقي يلا عشرة أول جولة وثاني جولة وثالث جولة ما حدش فاز فيها فعيد لها ثاني وأنا اللي فزت أنا أخذت 56 ونقطة نصين وهذا كان الفيديو اليوم لا تنسوا لايك سبسكرايب شير باي